أفهمكم الله. في آخر أسئلتها تقول: ما الذي يباح للرجل من زوجته وهي حائض؟ يباح له الاستمتاع بها بالمباشرة والمضاجعة والملامسة ما عدا الجماع في الفرج، قوله تعالى: أعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بما عدا الجماع الفرج، لأن تضع على الفرج أو ما حوله ساترا ثم يباشرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع نسائه إذا كانت إحداهن حائضا، فإنه يأمرها أن تتزل ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مخالفة لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض، ويعتبرون ما تلمسه أو تطبخه أو تباشره أنه لا يجوز لهم استعماله. نعم.